بسم الله، اسعد الله مساكم بكل خير. كيف حالكم اليوم؟ عندي كفتة أندلسية، طبعا تختلف من منطقة لمنطقة. اليوم عندي على طريقة منطقة جاوة. عندي 4 حبات بطاطس مقطعة شرايح، وحبتين بصل مقطع أرباع كبار، و6 فصوص ثوم. عندي مفروم جاهز متطبق، والبهارات عندي جنزبيل مطحون ناشف وملح وفلفل أسود، عندي ملعقة صغيرة جوزة الطيب، وعندي حبة 5 حبات كميري موجودة في البقالات الأندلسية، وملعقة كزبرة ناشفة. طبعا نرجيل 3 ملاعق كبيرة، وبيضتين عشان نستخدمها للكفتة بعدين، وشطة حسب الرغبة. الشطة طبعا قلت كل واحد حسب ذوقه، يعني طعمها تكون كده لما فيها شوية حرارة الكفتة تكون مرة لذيذة وممتازة. طبعا اول شيء حسويه اني اقلي البطاطس كلها، وبعدين حقلي البصل والثوم والكميري. حقلي البطاطس ما حخليها تحمر، مستويه بس بدون ما يكون فيها حمار. البطاطس عندي بالطريقه هذه ما حمرت، ممتازه، لاني طبعا حطحنها. في ناس يسلقوها، السلق ما يخليها كويسه الصراحه. طبعا البطاطس زي ما قلت لما الواحد يسلقها المادة النشوية فيها، لما الواحد يجي يسويها أقراص الكفتة طبعا بتكون ملصقة كده في اليد. فالقلي أفضل للبطاطس، وبعد كده أحطها فرامة البصل، أفرمها كده فرم خشن، وإن شاء الله حتشوفوا معي. البطاطس عندي خلصت، هحط الكميري بس ثواني في الزيت. طبعا طفيت الزيت لأنه كان حار مرة واحدة، بس عشان تطلع النكهة حقت الكميري. حقلي البصل والثوم لغاية ما أخليهم يستووا. البصل عندي هنا جاهز، طبعا ما شاء الله ريحته رهيبة، هو والثوم. دحين خليه شوي واطحن كل المكونات. هطحن البطاطس حقة فرامة البصل، طبعا هحط معاها ملعقة من المفروم زي ما قلت. هحط البطاطس ومعاها ملعقة مفروم، واطحنها طحن خشن مو ناعم. في كل طحنة أحط ملعقة مفروم لغاية ما تنتهي كل الكمية، وآخر شيء حطحن البصل والثوم. دحين طبعا حطحن الثوم والبصل اللي قليته والكميري، وححطهم على البطاطس. البصل عندي خلص، دحين تيجي وقفة البهارات والحاجات اللي أضيفها عليها وعجينها. حط البهارات عليها وحدعكها دعك مضبوط، واحط 3 ملاعق نارجل. طبعا الكفته هذه في بعضها تنحط لها فيها خضره تتقطع زي البقدونس، تنحط فيها بعض المناطق. طبعا ادوق عندي الملح، كيف اضبط الملح، اضبط البهارات اذا في حاجه ناقصه، وحدعكها مضبوط، وبعد كده حشكلها دوائر. لو تلاحظوا في حبات بطاطس صغيرة، عشان كده قلت ما نطحنها ناعم مرة. هشكل الكفتة بطريقة هالدوائر. طبعا في اللي يسويها كده مستطيلة واصابع، انا احبها بالطريقة هذه. خلصت عندي كمية البطاطس، شكلتها. الحين يجي دور البيض علشان اقليها. طبعا اسهل لي اني اخذ حبات الكفته بالطريقه هذه واحطها كلها في الصحن، لما ساعه القلي يكون اسهل لي بكثير. هو نفس الزيت اللي استخدمته في القلي حاقلي فيه الكفته، وما اديرها الا بعد دقيقتين. الكفتة طبعا في الزيت ترى تحمر بسرعة، وما خليها كتير عشان لا تتفكفك. هذه هو اللون اللي ارفع حق الكفتة بالطريقة هذه، واكمل الباقي الكمية بالطريقة هذه. خلصت حبات البركاتيه زي ما انتم شايفين، وهذه طريقتي.
طبعا الفكره كانت اني احطها في البيض واحطها في الصحي عشان لما اقليها ما تطلع البيض حوالينها. هذه وصفتي البركاديل، يا رب تكون عجبتكم وبالعافيه.